السنوية لثورة 19 تموز بروح المقاومة، فهي ثورة الشعوب، وقد انطلقت من مدينة المقاومة كوبان، غيرت مجرى حياة شعب سوريا وشعب شرق سوريا بهذه الحملة. 19 تموز هو من المفروض أنه فقط بعامها وبذكراها توضح لشعب سوريا ولشعب شمال وشرق سوريا عن إنجازاتها التي حصلت في شمال وشرق سوريا، عما فاته من خلال إعادة بناء المجتمع ومؤسساته بالشكل الذي يضمن تحقيق عدالة اجتماعية للمجتمع، مساواة بين كل أفراده، وأن ظهور المرأة على الساحة العسكرية وضمن ساحات القتال واضح من خلال الضغوطات التي مرت عليها. في ظل احتفالات شعبنا في شمال وشرق سوريا بذكرى انطلاقة ثورة 19 تموز، أقام مكتب المرأة بمجلس سوريا الديمقراطي أيضا محاضرة بهذا الإطار بعنوان ثورة 19 تموز. تطرقنا من خلال المحاضرة عن الكثير من إنجازات الثورة، طبعا أغنت المشاركات الكثير من أيضا الإنجازات التي لم يتم تناولها بالمحاضرة. طبعا تقصدنا بالمحاضرة التركيز على ما قدمته هذه الثورة للمرأة، بحكم أن هذه الثورة أتاحت الفرصة للمرأة بأن تثبت قدراتها وجدارتها بأنها قادرة أن تكون ناجحة في مختلف الميادين والمجالات، وبذلك تأكيدا على عنوان الثورة بأنها هي ثورة المرأة، تمكنت المرأة أيضا من خلال هذه الثقة من العمل على تحقيق استقرار المنطقة في شمال وشرق سوريا من خلال دحر الإرهاب، وأيضا ضحت بنفسها في سبيل تحقيق السلام لشعب شمال وشرق سوريا. ونأمل أن يكون إنجازات المرأة نواة لأن تعم مشاركة المرأة في عموم سوريا، وأن تكون المرأة متواجدة ومشاركة بفعالية في مختلف الأراضي السورية. 19 تموز تعتبر تغيير مجرى الحياة أهالي شعب شمال وشرق سوريا وشعب سوريا بشكل عام إلى طبيعة ثانية، ألا وهو عدى على شعب شمال شرق سوريا مرتزقة، وثورات ما تسمى أنه هي ثورات التي واجهت هذا الحرب، وعلى أنه أمل بأن يصنعوا لشعب سوريا مستقبل جديد، خريطة الطريق الجديدة. ولكن للأسف الثورات التي حصلت قبل 2011 كانت بثورات ما تسمى ثورات مرتزقة، واستغلال الشعب التي حرم من جميع حقوقهم كشعب في سوريا. على مجرى هذا الثورات انطلقت ثورة 19 تموز ب 2012 من مدينة كوباني بكل أهاليها وبكل مكونات الموجودة في المنطقة، منطقة كوباني. بهذه الثورة أصبحت الجهة الأساسية هو الشعب الذي أصبح لهم أمل بزرع نبتة السلام والاستقلال، وحاربوا جميع المرتزقة الذين كانوا يريدون أن يحطموا من إرادة الشعب السوري. ببداية هي كانت النظام السوري الذي كان موجود في تلك المنطقة وكان دائما يحطم من إرادة المكونات الموجودة، وكان دائما يقول بأن في سوريا هوية واحدة، في سوريا علم واحد، في سوريا لغة واحدة. فمن خلال ثورة 19 تموز كل مكونات وكل اللغات الأم أصبحت لها إرادة وأصبحت لها الحق بأن يأخذوا حقهم بقرار مصيرهم وبلغتهم وبإنسانيتهم وبحقهم كمكون الذي موجود على هذا الأرض. عمر 19 تموز أصبح الآن 10 سنوات ونحن على أبواب بدخول عامها 11. هذه الثورة التي أنجزت من خلالها تغيير مجرى حياة
المرأة بشكل كامل، المرأة التي هي كانت دائما خلف الكواريس، وكانت الإنجازات العظيمة التي تبذل بيد المرأة كانت محطمة ومدفونة تحت التراب. عدد النساء من دولة لأخرى، وذلك